بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس شرح كتاب المنتقى، أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة فيها أن الصائم له أن يتمضمض بالماء يدخله في فمه، سواء للوضوء أو لغيره، أو لإزالة أذى في الفم أو غير ذلك، وأن هذا لا يؤثر على صيامه، لأن الفم في حكم الظاهر، الفم في حكم الظاهر، ما لم يصل أو يتعمد بلع الماء فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه. وكذلك الصائم له أن يغتسل للتبرد وأن ينغمس في الماء، ولا يؤثر هذا على صيامه. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيهما. نعم، هذا الحديث فيه أن القبلة من الصائم لزوجته أنها لا تؤثر على الصيام، وقاسها النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة. الصائم لو تمضمض فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، لأن الفم في حكم الظاهر، ما لم يتعمد بلع الماء. فهذا فيه أن القبلة لا تفطر الصائم ما لم يصاحبها إنزال، أما إذا صاحبها إنزال فإن الفطر يحصل بالإنزال، وأما إذا لم يحصل إنزال فالصائم إذا كان شهوته قوية فإنه يتجنب هذا، وإن كان ليست شهوته قوية أو لا يخشى أنها تؤثر على الصيام، يعني لا تؤثر على خروج شيء منه، فلا بأس بذلك. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا في دليل على أن الصائم له أن يتبرد بالاغتسال والانغماس في الماء أو صب الماء على رأسه، وهذا يهون عليه تحمل الصيام ويجلب له البرودة. وكذلك لو دخل في مكان بارد أو عند المكيفات فإن هذا لا يؤثر على صيامه، بل هذا مما يعينه على الصيام، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة العامة التي تردنا عادة: ما هو الخلوف لخلوف فم الصائم؟ الخلوف هو الشيء المتبقي على الأسنان واللثة من الطعام، هذا هو الخلوف، وهذا يكون له رائحة، يكون له رائحة فيزيلها الإنسان بالمضمضة والسواك،
وأما رائحة التي تكون من المعدة لا من مخلفات على اللثة ولا على الأسنان، وإنما تخرج من المعدة بسبب الصيام، هذه لا تؤثر وهي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت مستكرهة عند الناس لنتني ريحها، لأنها لما كانت ناشئة عن الطاعة إن الله يحبها، لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، لأن هذا ناشئ عن الطاعة، وهو ليس ناشئا عن مخلفات متراكمة على الأسنان واللثة، فهذا يدل على أن الله يحب آثار الطاعة على العبد، الغبار في سبيل الله، دم الشهيد، كل ما كان ناشئا من آثار الطاعة فإن الله يحبه، وإن كان ذلك مستكرها عند الناس. نعم. المبالغة يا شيخ صالح في المضمضة ما حكمها؟ يكره المبالغة في الحديث، هو بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فإنه يترك المبالغة خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. يعني إذا تعمد المبالغة ثم دخل إلى الجوف شيء من الماء من غير اختياره يا شيخ؟ لا، هذا يفطر، لأنه تعاطى السبب، تعاطى السبب والمبالغة، وهو منهي عن المبالغة في حال الصيام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا الدرس من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني، وسجل هذه الدروس الطيبة المباركة زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.